دأبت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على القيام بإعداد لهذا الجناح. كما تجدون هو عبارة عن بناء مؤلف من 3 طوابق 1200 متر مربع. الهدف الرئيسي منه هو أن ندعو جميع الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها من صناعية وحرفية وزراعية وصناعات نسيجية وغذائية وهندسية وبتروكيماوية وحجر ورخام وإلى آخره. نحن لسنا منظمة هادفة للربح، إنما نسعى إلى دعم عملية التصدير انطلاقا من المقولة الأساسية أن التصدير هو رافعة النمو. وبالتالي استقطبنا في هذا العام بالدورة 60 لمعرض دمشق الدولي حوالي 80 شركة. قامت هذه الشركات بعرض منتجاتها مثل ما حكيت بالصناعات النسيجية والغذائية وغيرها، وحجزت حوالي 80 أو 104 خزائن. كما تلاحظون غطينا كافة الأنشطة التي يمكن أن تمثل من يعني تمثل الاقتصاد الوطني بشكل عام. الهدف منها هو أن نختصر المسافات، نوفر الوقت من أجل أن نقرب المنتج المحلي ونجعله جواز سفر حقيقي ليطرق الأسواق الخارجية العربية منها والدولية. بدأت العقود توقع من اليوم، مبارح واليوم وقعت عقود بحوالي 10 مليون دولار بين الجانب الروسي والجانب السوري، بعض الشركات السورية لتصدير بعض الخضار والفواكه.